اللي طافت وقاعد يتمتم في مداخلته. احنا اللي نتكلم عنه ما حد افشل اللجان الا النائب علي اسحاقي، ما حد افشل لجنه الاسكان الا النائب علي اسحاقي، ما حد افشل استجواب وزير العمل الا النائب علي اسحاقي. ليش ما نتكلم بالحق؟ خل نتكلم بالحق. أرجوك هذا مجلس حمد، خل نتكلم بالحق، احترام المجلس يتطلب. خلكم يد واحدة، خلكم يد واحدة وتشوف نجيب أي وزير هنا أخ حمد ونستجوب. سعارة النائب طلعنا توصيات على لجنة الإسكان، عقب تأسست لجنة ثانية. مو بهذه الطريقة نحترم الجلسة. معالي الرئيس، مو بهذه معالي الرئيس، وأنت تعرف، أنت تعرف وأنت في هيئة المكتب. خلك وقف، بخلك واضح بسلمان، خلك واضح. انت تعرف، ارجوك انت تعرف اساسا عزمناك واجب احترم، ولكن انا لا يقط اللوم على شيء ثاني. شكرا معالي الرئيس، واللي بيرد برد عليه. اسمح لي سعاده الناس، اسمح لي اسمح لي سريع سريع انا بكلمك، سريع بكلمك. في حاجة يا أخوي علي إسحاقي، سعارة النائب علي إسحاقي، سعارة النائب عيسى القاضي، لاحترام المجلس خلاص. أرجو أرجو، أنتوا أكبر من هذا الكلام شامل. أرجو رجاء اسمح لي، ما بعطيك علي، لأن الهدوء، هدوء الجلسة مطلوب. بيعلق عليك، بيعلق عليك وبيعلق، تعلق عليه ما بتنتهي الجلسة. إحنا في نهاية اليوم الطويل هذا، أرجوك يعني أنا إذا أصريت راح أرفع الجلسة، اسمح لي اسمح لي، إذا صرت على أرفع الجلسة.